ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس رضوى، طلبة وطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية. معاكم في الجزء الثاني من المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق. تعالوا بقى يا شباب ويا بنات نبتدي إن احنا نستكمل المراجعة بتاعتنا ونحل بعض الأسئلة اللي تخص مادتنا سواء كان في الفلسفة أو المنطق. والمرة دي أنا بدأت بكام سؤال في المنطق وبعدين هرجع فلسفة، نرجع نسأل في المنطق تاني. أبدأ معاكم بالسؤال الأول. يوجد بين القضيتين مصطفى طبيب ومجدي ليس بطبيب علاقة تناقض ولا تضاد ولا تداخل ولا لا توجد علاقة؟ تعالوا نشوف. إحنا في مربع التقابل الأرسطي اتفقنا مع بعض إن القضيتين لازم يكونوا، أو الأربع قضايا مش القضيتين، الأربع قضايا الموجودين على المربع لازم يكونوا متفقين في الموضوع والمحمول ومختلفين بس في الكم والكيف. يعني مختلفين ما بين كل موجب وكل سالب، وجزء موجب وجزء سالب، ولكن نفس الموضوع ونفس المحمول. بغير في كم وكيف القضية، مش بغير في موضوع ومحمول القضية. فهنا بيقول لي مصطفى طبيب، الموضوع هنا مصطفى والمحمول طبيب. مجدي ليس بطبيب، هنا الموضوع مجدي مش مصطفى، فبالتالي هنا في علاقة على المربع؟ لا توجد علاقة، مفيش علاقة طالما مش متفقين في الموضوع والايه والمحمول. السؤال اللي بعده. يوجد بين القضيتين كل الأشجار مثمرة وبعض الأشجار ليست مثمرة، علاقة هنا كل الأشجار مثمرة كلية موجبة، بعض الأشجار ليست مثمرة دي قضية جزئية سالب. بين الكل الموجب والجزء السالب، ها كل موجب وجزء سالب، علاقة ايه؟ تناقض. ارجع للمربع اللي مش هيعرف يحل السؤال يرسم المربع ويفتكر العلاقات عليه. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده. كل المعادن تتمدد بالحرارة، معلش في غلطة مطبعية، يعني كل المعادن تتمدد بالحرارة تصنف كقضية. دي قضية تحليلية ولا قضية عرضية ولا قضية متناقضة ولا قضية تكرارية؟ ولو بنعرف المعدن ده عبارة عن ايه كانت تبقى تحليلية، لكن يتمدد بالحرارة هي مش مرادف للمعادن، عشان في ناس هتجاوب دلوقتي تقول لي تحليلية. طبعا لا، هي قضية عرضية تحتمل الصدق أو الكذب. ممكن المعدن ده يكون بيتمدد بالحرارة أو لا. أتأكد من القضية دي إزاي؟ برجع للواقع أشوف القضية دي صادقة أو كاذبة. كل النائم مستيقظ تصنف كقضية. إيه ده؟ النايم صاحي، ده عكس بعض. أنهي بقى قضية، أنهي نوع قضية اللي بنقول إن الموضوع بيبقى عكس المحمول؟ القضية المتناقضة. طيب يبقى هي القضية هنا أهو الاختيار الثالث أو البديل الثالث، هي قضية إيه؟ متناقضة. إذا كذبت القضية جموع الطلاب حاضرين وصدقت القضية بعض الطلاب ليسوا حاضرين. جموع الطلاب، جموع وكل وكافة وجميع وسائر، كل دي كلمات تدل على الكلية. فجموع الطلاب حاضرين، جموع بمعنى كل، فهنا قضية كلية موجبة. قضية كاذبة، وصدقت القضية بعض الطلاب ليسوا حاضرين. احنا لسه واخدين العلاقة دي، خدناها قبل كده. بعض الطلاب ليسوا حاضرين هي قضية جزئية سالبة، أخذناها في المراجعة اللي فاتت لو تفتكروا. بعض الطلاب ليسوا حاضرين قضية جزئية سالبة، وقدامها القضية الكلية الموجبة، يبقى العلاقة بينهم علاقة إيه؟ تناقض. دي كاذبة ودي صادقة، لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، الناس مصحصحين وعارفين القواعد بتاعة المراجعة. السؤال اللي بعد. بدأنا ننتقل إلى جزء تاني، أسئلة فلسفة. لا يحتاج التقدم إلى أكثر من عقول منتبهة تنظر وتعترض وتسعى للفهم والتفسير والتغيير. نصحصح مع بعض بقى زي ما هو بيطلب مننا كده في السؤال. لا يحتاج التقدم إلى أكثر من عقول منتبهة تنظر وتعترض وتسعى للفهم والتفسير والتغيير. تجسد العبارة إحدى خصائص الموقف الفلسفي، وهي
المصارحة ولا اليقظة الدائمة ولا نسقي ولا الحوار وقبول النقد؟ طبعا هنا السؤال بيقول عقول منتبهة، يعني عقول ايه؟ صاحية. عقول منتبهة وعقول صاحية، يبقى مصارحة هي اليقظة الدائمة. السؤال اللي بعده، أحكام تقريرية لا تقرر أكثر مما هو موجود في الواقع الخارجي. تقرير يعني بديك تقرير عن اللي أنا شفته في الواقع. لا تقرر أكثر يعني ما بتبحثش في أكثر من اللي موجود في الواقع أو الوجود. يا ترى ده يشير إلى العلم ولا الدين ولا الفلسفة ولا الأخلاق؟ أكيد العلم. أكيد إيه؟ العلم. ليه؟ لأن أنا هنا بتكلم عن الحاجة اللي موجودة في الواقع ومش أكثر من الواقع، لكن الفلسفة تتخطى حدود الواقع. لو قلت تتخطى حدود الواقع وتقرر أكثر مما هو موجود، مش لا تقرر، تقرر، هتبقى فلسفة. ولكن هنا بتكتفي بالواقع الخارجي أو بالوجود الخارجي، يبقى ده بيتكلم عن العلم اللي كان بيبحث عن الأشياء الجزئية أو العلل القديمة. السؤال اللي بعد يقول الكندي، ينبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحق، يعني بيدور على الحق الباطل، وقتنا الحق من أين أتى؟ يعني بيدور على الحق عشان يتمسك به. طبعا هنا بيتكلم عن الفضيلة، عن الفضيلة، عن الحق، عن الخير، عن الشر، عن الصح، عن الغلط، عن الصواب. تمثل المقولة أحد العصور التي مرت بها الفلسفة وهو العصر. نتيقن بقى كده، ها مين اللي بيتكلم عن الشيء اللي فيه قيم؟ الشيء اللي مين هي الحاجة اللي احنا اتكلمنا عنها وفيها قيم؟ ها في العصر اليوناني؟ لا، ده كان تساؤلات عن الإنسان. في العصر الوسيط، ايوه هو اللي كان بيتكلم عن العلاقة بين الفلسفة والدين، والفلسفة والدين بينهم ترابط وبينهم قيم واضحة، واحنا بندور على اقتناء الحق، يعني بندور على الطريق الصحيح بينهم عشان ما نبقاش ضلينا، صح كده؟ عشان ما نبقاش قلنا حاجة غلط ونتحاسب عليها، ان مثلا الفلسفة لا على خطأ، احنا قلنا ان مفيش اي تعارض بين الفكر الفلسفي والدين او بين الاديان السماوية، مفيش اي حاجة اثبتت ان في تعارض بينهم. السؤال اللي بعد كده يقول ابراهام لينكولن، عندما اقوم بفعل جيد، لما بقوم بعمل كويس اشعر بالسعادة، لما بعمل حاجة كويسة انا بشعر بالسعادة، وعندما اقوم بفعل سيء اشعر بالتعاسة. هذه هي ديانتي. هنا بيتكلم عن الدين. عقد الاسئلة دي انتوا بتتخضوا منها وبتقفوا مش بعرف احل، وانا عايز إجابة أعرف أحلها في الامتحان، يا ميس أنا مش بعرف أحل السؤال المقالي دوت، يعني إيه تعقيب؟ يا أساتذة والله السؤال ده من أسهل ما يكون، وأنا عارفة كويس قوي إن أنتوا تقدروا إن أنتوا تجاوبوا. ما تقفوش قدام الأسئلة المقالية الواقفة دي، أعقب في ضوء دراستك لما أشارت إليه المقولة. أولاً أول حاجة بعملها أشوف المقولة بتشير لإيه، أنهي جزئية من اللي أنا درسته. هنا بيتكلم عن الدين، أهي هذه هي ديانتي. أنا بيتكلم عن فعل الخير وفعل الشر. أنا لما أقوم بحاجة كويسة بشعر بالسعادة، لما بقوم بحاجة وحشة بشعر بالضيق أو بالتعاسة. يعني بيتكلم عن ممارسة الشعائر الدينية أو ممارسة الدين بشكل فعلي، يعني المنهج اللي بيقوم بيه. يعني هنا المفروض أن أنا أعقب في ضوء دراستي للدين، للجزء اللي يخص الدين اللي أنا درسته، موضوع الدين ومنهج. حضرتك أعقب زي ما أنت عايز. يا ترى الكلام ده صح؟ هي دي الطريقة اللي احنا بنتبعها؟ عقب في ضوء اللي انت درسته. انا مش عايزين اكتر من كده. قول رأيك، قول رأيك، تمام؟ السؤال مش صعب خالص، ويدوب هما يعني جزئيتين اللي تكتبهم، ومش هنرغي يعني كتير، مش هنكتب قصيدة، مش هنكتب موضوع تعبير، هما جزئيتين تكتبهم في ضوء اللي انت فهمته من الدرس اللي انت اخدته ده، تمام؟ السؤال اللي بعد، أدرك ديكارت في فترة أو فترة معينة من حياته احتياجه إلى منهج جديد واحتياج الفلسفة إلى ذلك. كنا حلينا السؤال ده قبل كده وقلنا إن هو بيرجع إلى العصر الحديث. السؤال اللي بعده يقول نابليون، ما أسهل أن تتحدث عن المواجهة. هنيجي بقى لتحديات الموقف الفلسفي والأسئلة اللي أنتوا بتتلخبطوا فيها. يقول نابليون، ما أسهل أن تتحدث عن المواجهة وأنت بعيد عن أرض المعركة. أنا بتكلم عن إني بواجه الشخص اللي قدامي وفي نفس الوقت أنا بعيد كل البعد عن المعركة اللي فيها المواجهة دي. المقولة بتجسد أحد التحديات اللي بتواجه الفيلسوف في المجتمع.
احنا اتفقنا ان عندي 4 تحديات بتواجه الفيلسوف، فهي الخضوع للسلطه والخضوع للمألوف والمعتاد والنظره الاحاديه للامور والافتقار للشجاعه الفكريه. هنا بيتكلم عن انهي جزئيه او انهي تحدي من التحديات اللي كانت بتواجه الفيلسوف؟ الافتقار للشجاعه. الافتقار للشجاعه معناها ان انا مش قادر اواجه بفكري بعقلي بارائي، يبقى الافتقار الى الشجاعه الفكريه. السؤال اللي بعد كده يقول ديدرو: لم يسبق الفيلسوف ان قتل رجل دين، ولكن رجال الدين قتلوا كثير من الفلاسفه. طبق المثال على احد العصور التي مرت بها الفلسفه طبعا ومشار اليها في العبارة. طبعا هنا بيتكلم عن انهي عصر، هو ديدرو كان بيتكلم عن انهي عصر من العصور؟ اكيد العصر اللي كان فيه لسه فيه خلاف بين الفلسفه والدين، فبالتالي احنا بنتكلم عن العصر الوسيط اللي كان فيه محاوله للتوفيق بين الفلسفه والايه؟ والدين. فانا هحاول ان انا اجيب مثال لفلاسفه قاموا فعلا بالتوفيق بين الفلسفه والدين. احنا خدنا مثال في الكتاب وهو الفيلسوف ابن رشد. فكان مطلوب من حضراتكم ان انتوا تجيبوا او تدوروا او تبحثوا في بنك المعرفه وغيرها من الوسائل والانترنت، انتوا ما شاء الله يعني تعرفوا تتعاملوا، تجيبوا امثله الفلاسفه تانيين قاموا بالتوفيق بين الفلسفه والدين او تحدثوا عن العلاقه بين الفلسفه والايه؟ والدين. هنا هنجيب مثال ما فيهوش اي مشاكل خالص، لو حضرتك كنت قرات قبل كده وجبت امثله زي ما انا كنت بقول لكم اثناء الشرح هتعرف تجاوب السؤال ده بسهوله. يقول نيتشه: كل فلسفه عظيمه كانت دائما الى يومنا هذا عباره عن اعترافات صاحبها، سواء قصد ذلك وكان واعيا او لا. يعني اللي انا بقوله كان مقصود به وجهه نظر الشخصيه. عشان اجيب لكم الاجابه عشان ما تتوهوش نفسكم في البدايه، كل فلسفه عظيمه كانت دائما الى يومنا هذا عباره عن اعترافات صاحبها، سواء كانت عن قصد وكان واعيا او لا. يعني بيعبر عن ان انا كشخص قلت وجهه نظري الشخصيه. هنا دليل على ان الفلسفه ذاتيه، ولكن هي مش موجوده في البدايه. هنا بيقول تعبر او تشير المقوله ان الفلسفه عموميه، هي عامه، قاعده عامه. لا، المقوله ما اشرتش لده خالص. الجماعيه، ان احنا بنقول راي جماعي. الشموليه برضو بنفس المعنى. ولا الشخصيه؟ لا، هنا بتعبر عن الذاتيه اللي هي الشخصيه. السؤال اللي بعده: تبدأ الفلسفة بفعل انقطاع أو انفصال، لم تعد الطبيعة منهجها. يعني احنا بنقول بداية الفلسفة كانت ايه؟ تبدأ الفلسفة بفعل انقطاع أو انفصال، لم تعد الطبيعة منهجها. يعني مش الطبيعة بس اللي كان بيسأل عنها الفيلسوف، ولكن هل الإنسان خلق من المادة أو الروح؟ يعني هنا تساؤلات الإنسان ما كانتش حوالين الظواهر الطبيعية فقط، ولكن كان بيسأل كمان عن الانسان، عن البشر. يا ترى اتخلق منين؟ اتخلق ازاي؟ ربنا خلقه ازاي؟ التساؤلات اللي كانت بتدور حول الوجود الانساني بشكل عام. الكلام ده تجسد العباره: احد العصور التي مر بها الفلسفه هو العصر. انهي عصر يا شباب؟ سهله جدا، العصر اليوناني. العصر اليوناني هو ده العصر اللي احنا كنا بنسال فيه عن الانسان. اعرف نفسك، تمام؟ مبدا سقراط: اعرف نفسك. السؤال اللي بعده: كلما فكرت بطريقة أفضل كلما حققت نتائج أعظم، لذا فكر جيدا وانتقد واعمل مع من يفكر. يعني هنا دي دعوة، دي المفروض هنا المقولة تخالف العبارة. أحد تحديات الموقف الفلسفي وهو هنا العبارة بتدعو، يعني هي بتحل واحدة من المشكلات اللي كان بيواجهها الفيلسوف، بتحل واحدة من تحديات الموقف الفلسفي. كلما فكرت بطريقة أفضل، أنا بفكر بشكل أفضل، كلما حققت نتائج أعظم، لذا فكر جيدا وانتقد واعمل مع من يفكر. هنا بيتكلم عن النظر الأحادية للأمور، ولا الافتقار للشجاعة الفكرية، ولا الخضوع للسلطة، ولا الخضوع للمألوف والمعتاد. لكنها تخالف العبارة الخضوع للمألوف والإيه؟ والمعتاد، لأن هنا دعوة إلى أن أنا يكون فكري مستقل ما بخضعش الإيه؟ لحد. يقول راسل: العلم هو ما تعرف والفلسفة هي ما لا تعرف. استخلص ما تجسده المقولة. العلم هو ما تعرف والفلسفة هي ما لا تعرف. هنا بيتكلم عن العلاقة بين مين ومين؟ العلاقة بين الفلسفة والعلم. طب من حيث ايه؟ العلاقة بين الفلسفة والعلم من حيث الموضوع، يعني بنتكلم ايه موضوعات الفلسفة بنوصل بيها ازاي،
موضوع العلم والمنهج بتاعنا في العلم كان ايه والفلسفه كان ايه. طبعا ده بيدور على العلل القريبه بالنسبه للعلم والفلسفه العلل الايه البعيده الغير مباشره. السؤال اللي بعده، النظريات العلميه هي الاساس الذي يعتمد عليه الفلاسفه لتفسير واجابه تساؤلاته، وغالبا ما يكون العالم فيلسوفا والعكس، يعني ممكن يكون العالم فيلسوف والفيلسوف عالم. تشير العبارة إلى التوفيق بين، يعني نتكلم عن العلم والفلسفة. برضو السؤال ده واضح جدا وسهل ومباشر، ما فيهوش أي مشاكل. أنا بدور على إيه في البدائل على الفلسفة والعلم، لقيتها أول واحدة هي دي الإجابة. تمام؟ أسئلة سهلة أهي وبسيطة، ما فيهاش مشاكل خالص عشان الناس اللي لاقية صعوبة في إجابة الأسئلة. السؤال اللي بعده، نرجع تاني لموضوعات المنطق. تستغرق القضية بعض الظن اسم. بعض الظن اسم قضية جزئية موجبة، قضية جزئية موجبة. اتفقنا ان القضية الجزئية الموجبة مستغرقة الموضوع ولا المحمول، ولا الموضوع والمحمول، ولا مستغرقة ولا الموضوع والمحمول. نرجع للقاعدة زي بقى احنا حفظناها كده زي اسمنا، يعني كل الكليات مستغرقة الموضوع وكل الثوالب مستغرقة المحمول. طيب كل الكليات مستغرقة الموضوع، دي قضية كلية عشان تبقى مستغرقة موضوع؟ لا. وكل السوالب مستغرقة المحمول، دي قضية سالبة فيها أداة سلب؟ لا. عشان تبقى مستغرقة محمول؟ لا. هنا ولا كلية ولا سالبة، تبقى قضية إيه؟ مش مستغرقة، ولا الموضوع ولا المحمول. السؤال اللي بعد، إذا كذبت القضية كل الأبطال أقوياء، قضية كلية موجبة، وصدقت القضية قليل من الأبطال ليسوا أقوياء، قضية جزئية سالبة، وذلك لوجود علاقة صادقة وقدامها كاذبة، ها يبقى علاقة إيه؟ تناقض، ها لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى، هنا دي قضية كاذبة الكلي الموجب، يا جماعة بقولها للمرة المليون، اللي مش هيعرف يحل السؤال ده يرسم المربع كده في ورقة على جنب عشان يعرف يجيب الإجابة. تمام؟ السؤال اللي بعد، لا شيء من الجماد ينام، تصنف كقضية. لا شيء هنا في أداة سلب، مفيش خالص من الجماد ما ينام، هنا قضية كلية سالبة، كلية سالبة. تمام؟ السؤال اللي بعد، يوجد بين القضيتين بعض القلوب متحجرة وبعض القلوب ليست متحجرة. طيب تاني بعيد، هنرسم المربع عشان نعرف نحل. بعض القلوب متحجرة هي قضية جزئية موجبة، وبعض القلوب ليست متحجرة قضية جزئية سالبة. بين الجزء الموجب والجزء السالب هتلاقيها كده في العلاقة اللي تحت على المربع، دخول تحت التضاد. يبقى انا بدور في البدائل على الاجابه، انا ممكن اجاوب قبل ما ابص على البدائل، قبل ما ابص على الاختيارات. انا عارفه ان انتم مذاكرين وكويسين وما شاء الله عليكم متفوقين وهتعرفوا تجيبوا الاجابه. تضاد ولا تداخل ولا تناقض، ده هي دخول تحت الايه؟ التضاد. انا ما عنديش الاربع علاقات على المربع، اول ما اشوف قضيه زي كده بكتب على طول نوع القضيه دي ونوع القضيه دي وبجيب العلاقه بينهم بسهوله. السؤال اللي بعده، لفظ جهاز لابتوب لينوفو يشير إلى الحد الجمعي ولا الكلي ولا الجزئي ولا السالب؟ أنا لو قلت جهاز لابتوب وقفت، ممكن أقول جهاز لابتوب اتش بي أو ديل، في أنواع تانية صح كده؟ طيب قلت جهاز لابتوب لينوفو يشير إلى إيه؟ حد إيه؟ جمعي؟ لا. كلي؟ لا. جزئي؟ هو الحد الجزئي. تمام؟ لأن أنا هنا حددت لفظ معين بشيء معين بالذات، يبقى هنا حد جزء. السؤال اللي بعده ده آخر سؤال معانا في المراجعة النهاردة، إذا صدقت القضية بعض الزوار أجانب، بعض الزوار أجانب، قضية جزئية موجبة، وكانت القضية كل الزوار أجانب مجهولة الحكم، وذلك لوجود علاقة، صدقت بعض الزوار أجانب وكانت القضية كل الزوار أجانب مجهولة الحكم، أنا أنهي علاقة؟ علاقة إيه؟
علاقة التداخل. نرجع للقاعدة بتاعتنا، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية وليس العكس. يعني لو كانت الجزئية هي اللي صادقة كانت الكلية مجهولة الحكم. أشوفكم بقى إن شاء الله في الترم الثاني مع موضوعات الترم الثاني ومراجعات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.